الإيكونومي كتعريف هي social science concerned with satisfying my unlimited needs and wants using my limited resources. وده للإنديفيدوالز، ده مش للشركات. يعني دايما زي ما في حياتك مثلا بتعمل، تقول أنا معايا كام هشتري ايه، مثلا معايا 2000 جنيه فهعرف اشتري ايه، معايا 10 جنيه هعرف اشتري ايه. الإيكونومي عامة هو decision making mechanism. ازاي بقى بينقسم الى نوعين، عندي resources limited والneeds والwants unlimited. كده صنع القرار عندي مرتبط بالموارد، والموارد دي مثلا عندي بتكون محدودة زي الفلوس. على اساس انا معايا كام اقدر اصنع قرار، هشتري فيلا ولا هشتري بيت ولا هشتري شقة كام متر. كده انا كده عندي resources محدودة زي الفلوس، وعندي unlimited needs and wants. زي انا مثلا عايز قصر، مش عايز فيلا، مش عايز بيت عادي. resources ممكن تكون money او time. ده بقى بالنسبة للindividuals، ان هو يكون الresource عبارة عن money او time. اما بقى للfirm او company على شكل اوسع، ما بتكونش money او time، بس بتكون اللي هي بيسموها resource factors of production. factors of production دول 4. اول حاجة فيهم اللي هي land، 2 labor، 3 اللي هي capital، و4 entrepreneurial ability اللي هي المانجمنت. طبعا المانجمنت بيكون محتاج يكون فيها كرياتيفيتي وانوفيشن. نرجع بقى فاكتور رقم 1 اللي هو اللي كان بيسموه اللاند. اللاند ده اللي هو all gifts of nature، كل اللي هي حاجة من الطبيعة. رقم 2 فاكتور اوف برودكشنز هو الهيومن ريسورس اللي هم بيسموه الليبر، اللي هم عبارة عن الهيومن ريسورس، الناس اللي هتشتغل سواء بقى من عامل او غيره. تبقى من فاكتورز اوف برودكشن اللي هي الكابيتال. الكابيتال دي بتكون فلوس او معدة او جهاز او ماكينة او مبنى. بقى اللي هو الانتربرينوال ابيليتي، ده اللي هو قلنا المانجمنت، محتاجة يكون فيها كرياتيفيتي وانوفيشن.